الحراره والمناخ بتاعنا افضل واجود لانواع كتيره خالص من السمك، الاسماك التروبيكال افضل واجود لانواع كتيره من الرептايل، الزواحف عامه بيحبوا درجه الحراره بتاعتنا والجو بتاعنا على العموم صيف وشتاء. فلا هي حد يقول لك ده حوض سمك، انت دلوقتي عندك احواض سمك هنا، ده حوض وفي ميه ممكن تبقى موجوده هنا زي موجوده في القاهره زي، ولا لا برضو في عوامل تانية بيئيه محيطه؟ لا البيئات المغلقه دي احنا بنقدر نتحكم فيها، سواء كان جوده الميه او درجه الحراره او الانواع الكائنات اللي بتعيش فيها. يعني ممكن تبقى احواض في كندا مثلا درجه حراره تحت الصفر ومربين فيها اسماك استوائيه، فالموضوع يعني طالما البيئه مغلقه احنا بنقدر نتحكم فيها. عايزك تقول لي ايه اللي عندك هنا في المعرض عباره عن ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انت جايبها هنا؟ والله يا حضرتك احنا لما كنا بنتكلم قبل التصوير كنت تقولي لي حيوانات اليفه وغير اليفه. احنا فعلا عندنا كل انواع الحيوانات. انا شايفه بص انواع كتيره قوي. انت بقى هل اصبحت على درايه بكل نوع محتاج عنايه ايه؟ يعني هل القطه الشرازي غير القطه البلدي؟ هل ولا دي لا فصيل القطط يبقى كل واحد؟ احنا المفروض في شغلنا لازم نعرف حاجه عن كل حاجه وكل حاجه عن حاجه، فاحنا التخصصات بتاعتنا اللي هي مثلا زي العصافير والسمك والقطط دول عارفين عنيهم كل حاجه الحمد لله، يعني او ملمين بالجانب الاعظم من اللي يهم الهاوي سواء كان امراض او انواع او 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 حتى سلوك بتاعها. لكن في حاجات معينه زي الزواحف وما الى ذلك بنعرف الحاجات اللي تهمنا واللي نقدر نحافظ بيها على صحتها بس علشان تقدر تكمل معانا فقط لا غير. لكن في حاجات متخصصين خالص فيها زي الاسماك وزي ما قلت حرك البغوانات والقطط. هل عميلك بتبقى عارف انه راجع لك تاني؟ يعني لازم هياخد منك اكل، هيستشيرك في حاجه؟ يعني انا شايفه انت معلق كده ليست جوه قص الاظافر مش عارفه لايه قص الشعر، يعني انا عايز اقول لحضرتك تاخد المنتج كله. الفكرة نفسها ان لغاية ما العميل بتاعي يشتري من عندي ويمشي ده 10% فقط من معاملته معايا. كل المعاملة اللي جاي يعني انا بالظبط كده كل المعاملة زي ما حضرتك بتقولي احنا عندنا جرومينج لحلاقة شعر وقص اظافر تنظيف اذن ولثة وما الى ذلك، الاكل بتاع القطط، الاكل بتاع العصافير، الاكل حتى بتاع الزواحف احنا بنبيعه هنا، كل حاجة تتعلق بيهم. فهي العملية اصغر حاجة منيها عملية الشراء وانه يطلع من الباب عندي، دي بدايتها مش نهايتها. يعني ده لسه المعامله. يمكن ده خلى حضرتك متميز فعلا في ان انت مش قصه ابيع واشتري وخلاص، لان انت بتفكر بعقليه المستهلك او الشاري. يعني بعد ما انا هاخد طب يا ربي شعرها كبر، انا اخاف امسك مقص، اخاف اقص ضوافر في اعورها. بالظبط زي ما قلنا من الاول انا هاوي، فانا عارف الهاوي هيحتاج ايه من الاول. والموضوع برضو يعني مش علم اللي هي من الاول، زي ما هو متابعه سوق طلعت سوق وتطور الصناعه نفسها عامه في مصر، مش عندنا احنا بس، احنا عارفين العميل عايز ايه وممكن حتى يطلب ايه حتى لو ما طلبوش. يعني لو هي حاجه جديده نزلت السوق عارف العميل بتاعي ممكن يتقبلها وممكن ما يتقبلهاش. يعني داخل في الادويه الميديسن عندك ولا حاجات معينه؟ الادويه دي ليها تخصص معين واحنا متابعين مع دكاتره بيطريين معينين هنا على ناس محترفين، يعني ما شاء الله حتى في الصعيد عندنا كفاءات. طب انت هل بترتبط بقى بالحيوانات دي يعني ولا لا ده خلاص ده بيع وشراء؟ يعني لا اصل انا اعرف ان اللي بيرتبط بالحيوانات ما اعرفش، يعني اعرف ناس والله الموضوع وصل معاهم لان بجد ارتباط رهيب. فهل عشان هم عندهم حاجه واحده منهم ولا ايه؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه، يمكن هنا المجموعه بتاعتنا في المحل عارفاها، كان في قطط بتاعي. القطط احنا ممنوع نسمي قطط هنا عندنا، ممنوع القطه تيجي اسميها. انا لو سميتها بيبقى في ارتباط قوي جدا بيني وبينها ما بعرفش ابيعها، ولو بعتها بقعد اقول الناس ان انا بعتها. حاجات معينه زي كده بتبقى فيها فارق او مأثر او عامله علامه، في بغبغان معين ليه سلوك معين هادي بيطلع على الايد بياكل من الايد، الحاجات دي انا لما بشوفها بخاف. الحاجات دي انا بعد كده ما بقدرش ابيعها. فبفضل تخسر كده هتخسر كتير. بالظبط كده. لا لو على الارتباط طبعا، يعني في حاجات سبحان الله يعني بعد المده دي كلها بعد السنين دي كلها انا كنت يعني حتى قبل ما افتح المحل كنت بربي، في حاجات كده بتقولي عليها سبحان الله بتفضل قاعده قصادها مسحوره بيها سبحان من خلقها يعني. فطبعا الارتباط بيها بيبقى باين، ده لازم. اسهل حاجه انا كست بيت انا دلوقتي اخاف ان انا اخد، يعني كل ده انا معجبه بيه، بس لا انا النظافه بقى ومش عارفه ايه ودوشه ومسؤوليه، يعني ايه اسهل حاجه ممكن اخدها؟ هي اصعب حاجه زي ما قلت يا حضرتك في الاخر مسؤوليه. هي مسؤوليه عشان هي روح اولى عن اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد راتب اجر، فالكونسبت ده لو كان قاعد من الاول فالمسؤوليه دي هتبقى اخف ما يكون. انا باكل وبشرب وبراعي بس علشان اخد ثواب بجانب المتعه بتاعتي.
كده انا كنت عايزه امر طبعا بالكاميرا على نوع وتوضح لنا حضرتك ايه النوع ده والفرق بين القطه دي والقطه دي وهكذا، لكن يمكن صعب المكان نتجول فيه كتير، فممكن تقول لنا انواع القطط، انواع شايفه سلحفاه صغيره وكبيره تمام. بعض الحاجات في حاجات زي القطط مثلا احنا بنجيب تقريبا كل الانواع الدارجه بتاعه القطط، من هيمالايا بالتلات انواع بتوعها، من النشرازي، من الفارسي، من السيميز، كل الانواع دي بنجيبها بنبقى عارضينها هنا. في انواع العميل بيطلبها اكتر من غيرها طبعا بيبدا الضغط عليها وهي اللي بنجيبها اكتر. وفي البغبغانات زي ما قلت لحضرتك انواع تانيه من الطيور بس ما بنعرفش نبيعها عشان في تاثير سلبي للبيئه، زي في نوع حوالي حضرتك هنا اسمه الماينو. الماينو ده طائر جميل جدا بيغرد، بالظبط هو ده جدا بيغرد وبيجلد اصوات حتى مش اصوات الطيور الثانيه، بيغرد ان شاء الله حتى لو صوت جرس بيجلد، رهيب في تجليد الاصوات. بس المشكله انه لو طلق في البيئه بتاعتنا بيعمل خسائر رهيبه في المحاصيل وفي الـ في الـ في الـ في, الـ في الفراخ بتاعت العصافير، بس في الافلام الوثائقيه في التلفزيون بالظبط كده. لا لا سيء السمعه بس هو تحفه بصراحه جميل. وهل انت هتقول له هنعمل تجربه قدامنا، يعني انت هتقول له حاجه ويقوم مقلدها يقولها؟ هو بتردد عليه كلمات لمده معينه فبيبتدي او صوت لمده معينه فبتدي يجلد الصوت ده، هو شغال من دماغه. في ناس بتدربته لانه لو اتعرض عليه كلمه او اتقال له قول كذا بيرد الكلام، موضوع بسيط ويسير اسهل حتى من البغبغانات بكثير. ممكن تبيعه ويبقى على مسؤوليه الشخص اللي هياخده. ولو مفيش منه كتير اساسا يعني. لا في مسؤوليه اجتماعيه، في مسؤوليه علينا احنا ان احنا ما نعملش كده في البيئه بتاعتنا. يعني هو مش واخد باله العميل يعني. دمر التوازن البيئي في حتت كتيره خالص في اوروبا، حتى في السعوديه وفي اماكن زي ده، في ناس بتجيبه تربيه فتره بعد كده تروح الطايره. لو فرض ان عميل عارفه واثق فيه وعارف ان هو بيربي وطلبه بالاسم وعارف المسؤوليه اللي عليه ببيعه له عادي، مفيش مشاكل بالنسبه له. هو مش ممنوع بيعه كقانونيا بس يعني نفسك انت يعني. زي ما انت قلت. طيب لو قلنا بقى ما شاء الله التردد او الاستهلاك او ان في فعلا خلاص الناس اصبحت بالنسبه لها نقول لا بيقتنوا حيوانات، في طبعا الموضوع ماشي مع المؤشر بتاع السوق، لو في ركود بنبقى زي السوق، لو في الرواج بنبقى برضو زي السوق. موضوع يعني مش زي اي برودكت، احنا المفروض سلع رفاهيه، المفروض ان احنا الريتم بتاعنا يقل في يعني لما يبقى في ركود هنبقى اقل من غيرنا، بس لا الموضوع الحمد لله بشكل كبير متزن. يعني عشان في ناس زي ما قلت لحضرتك في الاول المسؤوليه نفسها بتاعت الحيوانات اللي عنديها بتخليهم مضطرين ان هم يعتنوا بيهم نفس العنايه، ما يجسروش معاهم عشان عارفين برضو الواجب اللي عليهم. يعني في حاجات بتبقى عندك بتهيئ لها بيئه ان هي ممكن تجيب جيل تاني ومش عارف ايه، ولا ما دخلتش في الموضوع ده صعب؟ احنا دخلنا في الموضوع ده بالنسبه للاسماك تقريبا فرخنا تلتين على الاقل من انواع الاسماك اللي بتتفرخ او بتعيش في مصر او بنستوردها من مصر من بره مصر، وفي انواع تانيه من الطيور بس احنا ما كملناش فيها قوي. وفي حاجات ما ينفعش في بيئه مغلقه زي المحل او غيره انها تفرخ فيه، الهامستر بنفرخه برضه. والقطط في ناس معينة أنا بتابع معاهم تفريخ القطط دي في البيوت عشان القطط ما ينفعش تتحبس، القطط ما ينفعش تعملها مزارع أو أماكن زي كده. حاسة حضرتك السؤال ده وأقول لك هل كل حيوان ينفع عند أي حد؟ يعني أنا مثلا هل قبل ما تاخد، طب حضرتك عايشة فين؟ طب المكان اللي عايشة فيه شكله إزاي؟ طب هل ينفع مثلا لا القطة تبقى عندك، لا السلحفة أنت قلت لي قبل التسجيل مثلا ما تحبش الأرض الساقعة، ما تحبش مش عارفة إيه، فهل أنت بتقعد تسأل الأسئلة دي للزبون ولا لا مالكش دعوة؟ الزبون بيتصدم مني انا شخصيا حاجات معينه. ممكن ما تديلوش الحاجه؟ انا طبعا ما اديلوش حاجه، طبعا ما اديلوش حاجه. لو في زبون داخل من بره عايز سمكه هتحط السمكه دي فين؟ هحطها في بوله، لا مش هينفع. طب هحطها في جردل، برضه مش هينفع. روح اعمل حوض حتى لو مش عندي انا، بعد كده اديك السمكه، غير كده ما انسى ان انا اديها لك اصلا. السلاحف مثلا على سبيل المثال في انواع زي السلوكاتا مسموح ان احنا نبيعها، فلما نيجي نبيع السلحفه دي من اكتر الحاجات الحيوانات اللي محتاجه عنايه اصلا. ناس فاكره انها حجر وبترمي كده في البيت الموضوع انتهى. خصايه اتضح ان كمان يا جماعه مش الخصايه وبس، لسه بيقول لي عندك اللي شغال معاك ان الخص ده لا مش هو المغذي بالطريقه بالظبط كده. الموضوع لازم التنوع في الاكل بتاعها، ولازم تعمل لها حمام ميه، ولازم تتعرض للشمس على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع، ولازم تتابع الصحه العامه بتاعتها. سلاحف من الزواحف، والزواحف عايزه معامله دقيقه خالص معاها علشان مش بنعرف نتعامل معاها زي ذوات الدم البارد، القطط والكلاب والعصافير والحاجات دي كلها، واحنا من ذوات الدم الحار. فاحنا المعاملات بتاعتنا حتى الادويه مش نفس انواع
الادويه اللي تنفع مع السلاحف او الزواحف. كل واحد بيشتري انت بتقعد تقول له حضرتك الموضوع ده، هو المفروض ان هو جاي وعارف. حاجتين بنعمله، بنقول الخطوط العريضه، الخطوط العريضه دي ممكن تعدي 3 4 دقايق، وبنديهم زي تقرير كامل او لسته تفصيليه عن اللي ممكن يحتاجوه، والرقم بتاعنا بناكد عليهم الرقم بتاعنا على الكيس اللي بياخدوه على الورقه من الدهاله لهم عشان يتابعوا معانا لو في اي حاجه حصلت. انت كده حضرتك متخصص ما شاء الله وشكل احترافي يعني، احييك عليه. لا يعني لا ما شاء الله، مش قصه بقى، مش منفذ للبيع تماما، هو معرض ويكاد يكون فعلا هي هوايه يعني تدرجت للموضوع ده يعني. بالظبط كده. وفي ناس يعني ما شاء الله يعني، هو انا حتى حضرتك بقول لك يعني على الكلمه على احترافيتي، في ناس عندها حرفية عالية جدا برضو معنا في السوق، وناس اتطورت زي ما احنا اتطورنا، وفي ناس ممكن ترجع احسن مننا هنا في السوق، فاحنا كلنا بنكمل بعض. موضوع انت بقى لازم تكون على ابديت بكل يعني، مثلا بتدخل صفحات معينة عن البيتس، انت بتبقى متابع ايه الدنيا فيها ايه كل شوية؟ انا ادمن في صفحات معينة. ما هو زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، كان في حد من الفريق البحري بيسالني ان في كورسات او دورات تدريبيه بتتعمل هنا، فمفيش حاجات معينه بتتعمل للبيتس، فالمرجعيه الاساسيه بتبقى للهواه المحترفين او الناس اللي كانوا جايبينهم في الهوايه. حضرتك فاهمين احنا بنجمع المعلومات او الداتا حتى من بره مصر او مقالات اجنبيه، وبنبقى معروضه علينا، فلو في اي اسئله او اي حاجه بنتعرض لها احنا. قصدي يبقى في جروب وفي جروبات. كل حاجه جروبات متخصصه جدا جدا يعني، في جروبات للسلاحف البريه بس، في جروبات للسلاحف البحريه بس، في جروبات عامه للزواحف عامه، في جروبات للطيور، في جروبات للحصون، في جروبات للبج الاسترالي بس. في انا دخت او حسيتها وجع دماغ، لكن للي زيكم في المجال اوكي. طبعا الموضوع بتبقى في كل ده وعلى درايه بكل ده، موضوع صعب. بالظبط، هو موضوع متعه ملموسه خالص بالنسبه لنا، ومش عارفين نوصف اساسا اللي احنا فيه. بالظبط كده، بس في الحاله اللي هي انت بتبقى فيها بغض النظر عن. طبعا انا كنت فتره عامل مزرعه سمك، انا كنت بخش مثلا بعد المغرب واطلع بعد الفجر، ما كنتش بحس بالوقت والله. الموضوع كان ساحر يعني، سبحان الله. الواحد بيتاخد في شغل وتعب، عالم تاني. طبعا ما بتحسش بالوقت. بالظبط كده، هو يعني ما شاء الله واضح الموضوع. يمكن بقول لك المشكله احنا عايزين الكاميرا تجيب كل. لا نقطه اخيره قبل بس ما نخلص كمان، في جايب الحاجات الملحقات يعني ايه اللي اعتقد دي الفرشه اللي بيتسرح بيها شعر القطه او شعر الحيوان، والحزامات وايدي يعني حاجات كتير. انا وحتى الاكسسوارز بتاعت اللعب بتاعت الربطات والكلاب طريقه بقى ما تبقى كل حاجه. ما زي ما قلت لحضرتك، في حاجات حتى المستوردين بيعرضوها علينا، ببقى عارف الزبون بتاعي هيقبل ايه ومش هيقبل ايه. ده جزء منيها يعني، الاكسسوارز حتى قبل ما تعرض على العميل بتاعي، انا ببقى فاهم هو ممكن يكون محتاج ايه وهيتقبل ايه ومش هيتقبل ايه. احنا تقريبا كل السليكشن لازم نكون جايبينه. اكتر زباينك من ايه؟ اطفال، كبار، بنات، رجال؟ لا الشباب واللي تحت الشباب يعني، من الصبيان سواء بنات اولاد والشباب، بس انا زبايني متنوعين بشكل برضو عايز اقول شكل متطرف يعني. انا عندي عمال، عندي نجار مسلح زبون دايم، عندي ناس زي ما بيقولوا ممكن ذهنك ما يروح لهم، عندي الفئه الوسط وعندي الاطفال وعندي كل، او في طبعا
في اجانب بيجوا بس اه بالظبط في المواسم بتاعتهم، لو في اي حد نزل هنا في اوتيل او غيره اي سيرش صغير بيجيب له المحل بتاعه على طول، فبيجي لي بتاكس او الموضوع بيبقى سهل. ففي كده وفي كده، يعني هو عالم كبير يمكن احنا يعني حاولنا ندخل جواه لكن لا، يعني كان في اسئله كتير وفي انواع كتير يمكن ما لحقناش نغطي اغلب ما او نتكلم كلها عنها، وفي تفاصيل كان ممكن نعرفها اكتر عن ازاي مثلا يعني بتعوز التغذيه للسمك صبح وليل، ولا بياكل كم مره في اليوم، والقطط تاكل كم مره، والعصافير، يعني في تفاصيل كتير قصدي ما نقدرش ان احنا نحصرها طبعا في حلقه. فان شاء الله لو ربنا اراد يعني ان احنا نتكلم بشكل تفصيلي عن كيفيه العنايه بالحيوانات دي، وازاي لو انا في البيت كست بيت ابقى اقدر اعمل ده بدون رجوع لمتخصص، وان انا اتعلم، وهل الانترنت يسمح لي بده طبعا بوجود حد زي استاذ عبد الرحمن. فتفاصيل كتير ان شاء الله نتقابل مره ثانيه. شكرا جزيلا. ان شاء الله نورتوني يا فندم. طبعا شكرا. يمكن مشاهدينا زي ما شفنا مع الاستاذ عبد الرحمن يعني عالم بجد، عالم تاني، ويمكن نكاد نكون تطرقنا الى جزء منه علشان نعرفه او نقرب منه اكتر، ونقول ان يعني في حاجات كتيره ممكن نعملها وممكن تخليك سعيد وممكن تخليك مبسوط ان انت تبقى مسؤول كده عن حاجه جميله زي كده، لكن عايزه وعي وعايزه مسؤوليه زي ما اكد الاستاذ عبد الرحمن، وعايزه حاجات كتير وعناية أكتر من حكاية المتعة الشخصية. ونشوفكم دايما في حلقات جديدة من برنامجكم ملامح.